انتوا فاكريني؟ اي بوزو اي بوزو اي بوزو، يعني انا بوزو. فاكرين ولا مش فاكريني يا اصحابي يا حبايبي يا حلوين؟ انا لما بتكلم بقول اي بوزو، راح بابا سلطان قال لي ان انت غلط 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 غلط. وانا مش قلت لك قبل كده انه غلط؟ ازاي بس يا بابا؟ ما ينفعش يا حبيبي اقول اي بوزو، لازم اقول ايام بوزو ايام بوزو. ايه ده بجد يا بابا؟ يعني انا لازم لما اتكلم اقول اي بوزو، قصدي معلش ايام بوزو؟ ايوه يا حبيبي، يعني انا مثلا اسمي سلطان، ماشي، لما اجي اتكلم اقول ايام سلطان، ما ينفعش اقول اي سلطان دي خالص، لازم اقول ايام. ما تنساش فيرب تو بي يا حبيبي. فيرب تو بي يعني ايه يا بابا؟ يعني اللي هتشرحه مس حنين النهارده. طيب خلاص يا بابا، احنا نفضل قاعدين لغايه مس حنين ما تيجي. خلاص يا بابا؟ خلاص يا حبيبي، انا همشي انا وانت استنى مس حنين. ماشي، باي باي. طيب وانا ايه اللي هيقعدني برضو؟ انا همشي انا كمان يا اصحابي، وكمان شويه باجي مع مس حنين. باي باي. ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي واخباركم ايه؟ شفتوا المشكلة اللي حصلت بين بوزو وبين باباه؟ عشان بوزو بيقول اي بوزو وبابا بيقول له لا، اسمها اي ام بوزو اي ام بوزو. تمام، نشوف النهاردة ايه حكاية فيرب تو بي ده. فيرب تو بي دوت كان فيرب غلبان يا حرام، عنده تلات ولاد، ام واز وار. عنده كام ولد يا حبايبي؟ ام وإز وآر. تمام، قام اختار لي صاحب واحد بس اللي هو آي. تمام، إز اختار لي ثلاث أصحاب، هي وشي وإت. آر اختار برضو لي ثلاث أصحاب هو كمان، وي ويو وذي. تمام كده، تيجوا نغنيها مع بعض النهاردة إن شاء الله. I am, he is, she is, it is. I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are, you are, we are, they are. فسهل جدا فيرب تو بي بتاعنا النهارده ده. تمام، اوعوا يا حبايبي نلخبط الاصحاب. يعني انا لما اجي اقول اي لازم اقول اي ام، ما ينفعش اقول اي از. مش صاحبتها، والله مش صاحبتها. اي ام، هي از، شي از، ات از، وي ار، يو ار، ذي ار ار. ما ننساش الاغنيه الحلوه بتاعت فيرب تو بي. تمام، اي ام منى، هي از احمد، she is إيمان، it is a cat يعني دي قطة، we are in the club إحنا في النادي، they are good girls يعني دول ولاد بنات شاطرين زيكوا كده بالظبط. فهمنا موضوع فيرب تو بي الحلو الصغنطوط بتاعنا ده؟ إن شاء الله إن شاء الله هنكمله في الحلقة الجاية بإذن الله. اوعوا تنسوا تشتركوا في قناة مس حنين التعليمية.